ما تعرف شنو المبادرة. ليش؟ أكو غموض سياسي، رؤساء الكتل ما موضحين للشعب ما هي الاتفاقية، لأن أكو عامل دولي ضاغط على منع هذه الاتفاقية، وأمريكا قد صرحت بذلك، أمريكا صرحت بهذا الشيء، خصوصا رئيس بايدن قال لا لا داعي للصين أن تسرق عشانا في العراق. يعني إحنا عبارة عن مغنمة وما عندنا قرار سياسي. مع الأسف الكتل السياسية ما عندهم قرار، لأن يتخوفون من أمريكا. إذن إحنا بلد محتل ما عندنا قرار سياسي، زين؟ فالشعب لازم ما يسكت بعد، يدلو ودلو ويقول الحقيقة. إحنا الاتفاقية الصينية يجب أن تصير، زين؟ لأن هذا مصير الشعب. وأنا استغرب أغلب الناس ما لهم شغلة بهذا الموضوع، ليش؟ مع أنه هو مصلحتهم هذا. اسمك ومنصبك؟ إيه حسن العقابي، حراك الشعب لطريق الحرير.